سالي، مثل ما تعرفنا بالتقرير اليوم رح نتعرف على أهمية المادة البيضاء على صحتنا، كيف ممكن نحقق فوائدها وتوازنها مع نظامنا الرياضي. أكيد كل هالمعلومات رح تكون مع ضيفنا الكوتش رام يوسف، أخصائي بمجال الرياضة والتغذية. صباح الخير، صباح صباحك الخير، أبيض اليوم بامتياز. الله يخليك. صباح الخير. يسعد صباحك كوتش. بداية بعد ما تابعنا التقرير، خلينا نتوجه للملح. قديش الملح هو كتير العالم بتحبه، بس قديش له مخاطر، قديش هو بيدخل بتركيبة نظامنا الغذائي، بس لازم يكون له كميات، له يعني تقديرات معينة. هلا اول شيء هو الملح، يعني هو مادة رئيسية، يعني مادة بحاجة جسم لها. وجود يعني اهميته لهذا الملح بغذائنا، هو مثل ما اجي بالتقرير اللي قبل حكى عن الصوديوم. الصوديوم هو من المعادن المهمة، مثل كثير معادن مثل البوتاسيوم، هي شغله ضروريه، معادن ضروريه لكل العمليات الحيويه بالجسم. فاليوم نحن وقت بنكون مثلا عندنا كلنا بنقول ملح هو بيعطي نكهه للاكل. طيب. نحن ما فينا بلاه، يعني هو صحيح بيعطي نكهه، بس هو كمان له فوائد. فوائده كثير مهمه. ليش؟ بموضوع حيوي جدا، هو موضوع تنظيم حجم السوائل بالجسم. تنظيم السوائل هو شغله كثير مهمه، كمان له دور بنقل نبضات عصبيه، كمان بيدخل بالجهاز العصبي، له دور كمان كثير مهم بموضوع العضلات. كثير عندنا مشكله، بتلاقي عندنا في تقبل، يعني تقبض بالعضلات، كمان بيلعب الصوديوم هو دور فيها. هلا في شغله كثير مهمه نحن بنحكي عليها خاصه بالصيف، هو دوره بالوقايه من ضربات الشمس. يعني في كثير مثلا بيعملوا دايت بالصيف، تلاقيهم بتحسهم اذا وقفوا شوي بالشمس كثير بصير عندهم مثل ضربه شمس، عندهم خطر الاصابه اكبر، لانه كمان نقص بيكون بعنصر يعني بمعدن الصوديوم بالجسم. هلا هو فوائده كثير، هدول الاربع الشغلات الرئيسيه الاربعه اللي له علاقه فيها الملح. هلا شو مشكلته؟ هو في له نسبه محدده بالجسم، يعني هذه الكميه ما بصير تزيد. اوكي، نحن ضروري صار لهدول العمليات الاربعه اللي حكينا عليهم، بس في كميه هي ثابته. نحن بنقول عنها دائما هي 5 جرامات يوميا، لانه 5 جرامات يوميا من الملح الطعام هذا راح يعمل عنا نسبه بتادينا بموضوع الصوديوم اللي لازمنا. الصوديوم هو بده من 3 ل 7 جرامات تقريبا يوميا، هي ناخذها من ملح الطعام نحن. هلا هو في كمان زيادات تيجي من يعني الصوديوم موجود مو بس بملح الطعام، هو موجود بكل الوارد الغذائي. هلا احنا عندنا المشكله بصير عندنا مثلا خاصه بالصيف في موضوع التعرق، فمنروح كميات كبيره من الصوديوم. فمشان هيك نحن شو لازم نعمل؟ لازم نحافظ على هي النسبه، يعني 5 جرامات الملح هي تقريبا للشخص الطبيعي. هلا نحن اذا شخص عنده جهد عضلي، عنده جهد يومي كبير، بتختلف النسبه شوي لاكثر، يعني ما تكون كثير كبيره كمان. وبنفس الوقت اذا كان عنده مشاكل بموضوع مثلا مثل مرض ارتفاع ضغط الدم، فهي لازم تقل الجرام ونص. طيب، لانه هذول هن كفيلين بالوارد اليومي. طيب كوتش رامي، بما انك حكيت عن قبل ما ندخل بالاشخاص اللي بيعانوا من امراض سواء ضغط الدم او السكري او غيرها من الامراض، خلينا نقول الناس الطبيعيين كيف بيقدروا يحصلوا هالكميه؟ نحن عم نقولها انه 5 جرامات او 7 جرامات بمعلقه، اذا فينا نقولها كيف بيقدروا يحصلوها لحتى يقدروا يتبعوا هالشيء. هلا مثل ما حكينا هي موضوع الاملاح، يعني هو موضوع مثلا ملح الطعام، نحن بدنا منه الصوديوم. تمام، هلا الصوديوم مثل ما حكينا موجود ببقيه الوارد الغذائي، ما لازم يكون في كميه ملح انه احنا نقول لازمنا صوديوم. بتلاقي العالم عندهم حجه انه كيف بدهم يظبطوا القصه، نحن لازمنا الملح لانه هو نحن بحاجه للصوديوم، فبنصير بنرش ملح كثير على الاكل. اوكي، لا، هي الكميه لازم تكون قليله لانه هو اساسا موجود. ونحن صحيح عم نطرح مثلا انه بالعرق او اللي عم يطلع من الجسم من السوائل عم تطلع، عم يروح هذه الكميه من الصوديوم، بس هي موجوده بالاكل، فنحن لازم نخفف كميه الملح بالطبخ، اللي هي اكثر شيء العالم بتقول نحن ما بنستطعم الا اذا كان في ملح بالطعام. هي يعني هي ما كثير المقوله صح. ليش؟ لانه الطبخ هو اول شيء اللي انت بتحبه بالاكل هو عادي، وليس انه مثلا نحن دائما الاكل متعودين عليه، اذا تعودنا انه الملح يكون خفيف فخلص بصير متقبل هذا الاكل. نحن اذا تعودنا انه نعمل ملح زياده بالاكل فبصير هو لا نحن متعودين على هذا النمط. تمام. فهذا ما نحجه حتى نقول لا نحن هو لازم لاعطاء نكهه. النكهه فيك تكون خفيفه، يعني رشات بسيطه، مو انه يكون عندنا كميه كبيره. إن برجع بنكد على موضوع الصوديوم موجود كمان بكميات كبيره، موجود بكل الوارد الغذائي ما بس بملح الطعام. صحيح، يعني يا ريت موقفه انه مثلا بس انه ملح بالاكل، احيانا في ناس عندها ادمان على الملح لدرجه انه ممكن تاكله، او مثلا عندها ادمان عليه. يعني قد ايه هذا الشيء خطر، غير على الرياضي خلينا نقول، حتى على الانسان اللي ما فيه شيء.
تمام. رحنا هلا مثل ما حكينا ضروري الملح، وحكينا عن اهميه الصوديوم موجود فيه. رح ننتقل هلا لخطوره زياده موضوع كميه الملح بالجسم. هلا هو له مضار كثيره، بس نحن رح نعطي بس فكره بسيطه انه احنا كيف بنحس انه زادت الكميه. يعني دائما نحن بنقول نحن هاي كميه الملح انا متعود عليها، اعراض في اعراض خلينا نقول اعراض اكثر. نحن نحس انه شو انا كيف بدي احس انه انا زاد ملح او زادت نسبته بجسمي. اول شيء موضوع هو العطش. يعني احنا بس نكون مثل ما حكيتي، اذا اكلي وجبه كبيره فيها ملح كثير او خاصه مركز على موضوع المقالي، بتلاقي مثلا دائما اذا واحد اكل وجبه فيها مقالي كثير او اكل وراشش فوقها ملح زياده، فبصير عنده كثير عطش بعدها لكميه كبيره، بصير هو دائما في عنده عطش كبير. هذا دائما بيجي نتيجه زياده الملح. هلا في عارض ثاني بيكون موجود تنفيخ العيون. لا تماما، هو الانتفاخ، حبس السوائل بالجسم. حبس السوائل بالجسم هي بسموها الوزمه. يعني الوزمه كثير بتكون موجوده مثل ما حكيت تحت العين، بتكون موجوده بالاطراف بالايدين والقدمين. بالقدمين كثير يعني كثير بتكون واضحه، هي اكثر شيء، وخاصه اذا بيكون شخص عنده مثلا حركه يوميه وواقف بيوصل اخر نهار بلاقي في عنده كثير زياده بموضوع الحجم تبع الاطراف. اوكي، فهدول مثل ما خلينا نقول يعني شغله بتخلي الواحد يشك بالموضوع ويبلش يراجع طبيب مشان يعرف اذا في عنده شيء مشاكل او هو لا هي بس زياده طبيعيه. هلا نحن بنحاول نضبط هذا الموضوع وما نوصل لهي المرحله. نعم. كمان بيقولوا رامي يمكن المي هي السحر بهذا الموضوع. المي الانسان كل ما كان نظامه الغذائي او حتى بعادته اليوميه شرب المي كثير بيساعد على التخلص من الملح او حتى تخلص الجسم من كثير سموم. هلا نحن دائما خاصه كل شيء له علاقه بالرياضه وله علاقه بالتغذيه بيحكي انه ضروره وجود المياه بكميه كبيره خلال كل النهار. هلا طبيعي هذا الموضوع كثير حساس وعلى مهمه مع موضوع الملح. السبب الرئيسي بهذا الموضوع انه المعدن الصوديوم اللي هو اللي حكينا هو العنصر الاساسي الموجود بالملح، مشكلته ما بيكون جوا الخليه، بيكون برا الخليه. فهذا مو مثل مثلا البوتاسيوم بيكون جوا الخليه، هذا الموضوع هو بنظم كميه المياه. تمام؟ هلا المياه بالجسم بتكون وتصير عندك انت زياده بكميه الصوديوم بخلي الخليه تحبس السوائل داخلها وبتقل طرحها عن طريق البول وعن طريق الكليه. يعني هلا هذا الشيء وقت نحن بنكثر كميه السوائل بالجسم بتصير انت بتخفف، لو كان عندك مثلا انت كميه صوديوم زياده من هذا اللي حكينا اللي بيجي عن طريق الضرر بتخف. ليش؟ لانه هو اساسا انت عم تعمل تمديد لها وفي سوائل كثير، فبتخفف المشكله، يعني بتخفف ضغط على الكليه، بتخفف ضغط على الخلايا نفسها. تمام. يعني يا كوتش رامي، موضوع الملح هو موضوع كثير مهم. خلينا ننتقل للسكر هيك ولو نعطيه جزء بسيط. دائما مثل ما الملح له اضرار كمان السكر له اضرار، بس بتختلف اضرار السكر عن اضرار الملح. هلا هو نحن مثل ما حكينا دائما في مقوله تاريخيه احذروا الابيضين. تماما. الملح والسكر، لانه هن زيادتهم يعني كل زياده مترافقه مع امراض. واللي ثبت مع دراسات جديدة، يعني حتى هي قديمة وجديدة، بتقول انه مترافق مع بعضه، يعني بيكون معه ارتفاع بالسكر. يعني السكر مثلا سلمى ما بيعمل تنفيخ، ممكن يعمل فات، بس تنفيخ ممكن يعمل السكر. هلا السكر لا، السكر له غير يعني له غير الطريقة، بس هو بيأثر لانه في عدة عوامل بتأثر بالسكر. السكر اذا فات على الجسم وما انحرق خلال النهار هو الطاقة بيقلب شحوم. هي اول شغله. هي مثل كمان رح تاثر مثل ما حكينا انه موضوع ضغط الدم بيرتفع مع موضوع الاملاح، كمان عندنا السكري، وقت انت كمان بتصير عندنا زياده شحوم فبيجتمعوا مع بعض بصيروا هن عاملين. مشان هيك احذروا الابيضين. يمكن كمان بالانظمه الغذائيه اول ما ببلشوا مع الشخص بسكر بيقولوا له وقف السكر. في تماما. ناس كثير مثلا ضمن النظام الغذائي المشروب الصباحي او حتى بعد الظهر، حتى في ناس تروح تلعب رياضه بترجع بعد الرياضه مشتهيه شيء حلو، لا تاكل شيء حلو او شيء. هلا صراحه هذا مزبوط هذا الحديث، لانه كمان العضلات هي بحاجه لسكر، يعني هي بحاجه لهذا الموضوع، فبتلاقي بعد النشاط البدني انت بحاجه للسكريات. فنحن اذا بدنا نعمل صحه هلا بنستخدم السكريات الموجوده بالجسم ما بنستخدمها. مشان هيك زياده الكميه، وخاصه بعد ان انت بتعملي نشاط رياضي، فانت اذا فعلا اعطيتي السكر اللازم بعد هذا النشاط، فانت بتكوني بس عملتي لهذا النشاط، ما استفدتي من الكميه الموجوده بجسمك، واستفدتي منها انه تخففي للمستقبل من الموضوع. يعني التمر مثلا، او خلينا نقول العسل اللي فيهم سكر، بيقولوا سكر طبيعي منهم وفيهم بيعوضوا عن السكر هذا العادي اللي محتاجته العضلات بعد القيام بعمليه رياضيه او تمارين. هلا بالنسبه لموضوع، لا حكيتي عن موضوع التمر، هذول من السكريات البسيطه اللي فورا بياخذها الجسم، فنحن بنفضل ناخذها قبل التمرين.
يعني ناخذ قبل التمرين فبينحرق بالتمرين، فبيكون احسن انه يكون، وخاصه اذا كمان صباحي، يعني اذا حدا ما عنده نشاط، خلينا ما نقول كمان بس للاشخاص اللي عم يعملوا رياضه، يعني بالنشاط اليومي خلي دائما السكريات تكون عندنا بدايه النهار مشان تعطينا طاقه ونقدر نصرفها كل النهار، مشان ما يضل عندنا مثل ما حكينا تصير لثاني يوم تصير عندنا شحوم. اكيد. يعني كوتش رامي، اليوم قدرنا نعرف شويه معلومات عن الابيضين واهميتهم بنظامنا الغذائي وايضا مدارهم. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك كوتش رامي.